هي كان له مبلغ معين، مبلغ معين، واتدفع للمؤمن، اتدفع لمؤمن بالكامل. المفروض ان انا ما اطلعش اقول الكلام ده، وانا طالع اقول الكلام ده على مسؤوليتي الشخصيه. عارفين ليه حضراتكم انا طالع اقول الكلام ده على مسؤوليتي الشخصيه؟ لاني بشوف حاجات غريبه جدا بتتقال، وحاجات غريبه جدا 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 ما ينفعش ان حد يصدقها. حد طالع يتكلم، يعني مجموعه قليله جدا اللي بتشوفه، فعايز يعمل قصة وعايز يعمل حكاية ورواية. فبالتالي هتكلم عن مين؟ هتكلم عن النادي الفلاني؟ مش هيجيب معايا صدى. اتكلم عن النادي العلاني؟ مش هيجيب معايا صدى. اتكلم عن النادي الاهلي، سواء على السوشيال ميديا او فيما يخص الاعلام بالكامل. يعني انا ما بتكلمش على حد معين، انا بتكلم بشكل عام، لانه فجأة لقينا الموضوع ده طلع من هنا ومن هنا ومن على السوشيال ميديا وعلى بعض المواقع وعلى بعض البرامج وعلى كذا وعلى ايه. يا جماعه ده، طب يا جماعه اللي بيتكلم يفكر ولو ثانيه واحده بس يفكر فيه، ثانيه واحده بس يفكر فيه. هو معنى ان انت يجي لك استغناء من النادي يبقى ان انت مقيد في النادي، ولكن كان هناك اتفاق للمره المليون، كان هناك اتفاق ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن مؤمن زكريا والكابتن احمد يحيى على انه لن يتم قيد مؤمن هذا الموسم، وان هناك ميزانيه مفتوحه لمؤمن زكريا فيما يراه مناسبا لعلاجه خلال الفتره القادمه. مؤمن سلك طريق اخر مع النادي الاهلي، ما عندوش اي مشكله بالمناسبه اطلاقا. النادي الاهلي ما عندوش اي مشكله في الكلام ده. النادي الاهلي بيقف مع ابنائه، النادي الاهلي عمره مكان زي بعض الأندية الأخرى. واسألوا اتحاد الكورة، هو في حد في النادي الأهلي أو في لاعبي النادي الأهلي القدامى ليه فلوس في النادي جوه الاتحاد مثلا؟ يعني هو لما حد بيتصاب النادي الأهلي بيسيبه حتى لو مش هيلعب؟ طب محمد محمود بقى يبقى النادي الأهلي يقعده بقى ويقول له لا خلاص يا محمد احنا مش عايزينك مثلا يعني. فيا جماعة خلينا نعقل الأمور ونتكلم. وبالعكس أنا عايز جمهور النادي الأهلي هو اللي يقف لمثل هذه الحملات. وأنا نبهت 150، يعني أنا بحس إن أنا بقول الكلام ده بكرره كل حلقة، بكرر الكلام ده في موضوع مختلف. يعني مرة في موضوع سيد عبد الحفيظ ورينيه بايلر، مرة تانية. طيب أفكر حضراتكم بحاجة، معلش أنا آسف، بسيطة جدا.